بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير معانا من برنامجنا وبرنامجكم الأستاذة هدى الأخرسي. أهلا وسهلا بيكي، نورتينا ونورتي الحلقة بتاعتنا النهاردة. طبعا بنعتذر للأستاذة نور أحمد لعدم حضورها النهاردة مع حضرتك عشان حصل لها طبعا ظرف طارئ، فندعى لها ربنا يخرجها منه على خير. اللهم ازي حضرتك، منوره الدنيا كلها. متشكرة جدا يا فندم. استاذه هدير اللي منورانا ومنوره حلقتنا النهارده. طبعا قبل ما نقدم الاستاذه هدى الاخرسي والاستاذه هدير، هنتكلم شويه على برنامج طريقي. برنامج طريقي ده حاجه مهمه جدا لكل انسان مجتهد، لكل انسان عنده هدف عايز يوصل له، لكل انسان في حاجات في حياته عايز يغيرها للأحسن دايما. فبنقول لكل الناس، ما احناش عايزين حد ييأس، عايزين الكل بجد، كل واحد عنده حاجة عايز يحققها أو هدف عايز يحققه لازم يستمر عليه وما ييأس. إن ما جاش النهاردة هيجي بكرة، هيجي بعده، ما لكمش دعوة بكلام الناس. دايما خليك واثق في نفسك ومؤمن بربنا عشان تقدر تحقق حلمك. طبعا اهلا وسهلا استاذه هدى. اهلا بحضرتك. حضرتك طبعا هنتكلم عن الموضه والوان الموضه والديزاين بتاع حضرتك، وهنتكلم طبعا على انواع الاقمشه 2021. عرفنا ان حضرتك حد واصل جدا في المجتمع وبداتي من الصفر. الحمد لله. فعايزين حضرتك تكلمين عن الاول الوان الموضه. الوان الموضه هو دلوقتي موضة 2021، الأحمرات بألوانها، الأحمرات بدرجاتها، واللي هو الأوف وايت والأخضر. تمام. الأحمر والأوف وايت والأخضر دول اللي مكتسحين تقريبا في موضة 21، ودي تقريبا هتبقى إن شاء الله بإذن الله هتبقى نفس الألوان اللي هنشتغل بيها في السيف بارت، لان هي الشتاء دايما بيعتمد على الغوامق. بس الشتاء السنه دي دخلت له الالوان الفاتحه دي، لان الموضه الشفونات، الوان الفواتح مع الشفونات بتبقى واضحه جدا في الديزاينات بتاعه الستات. لو الست مليانه او الست رفيعه او الست ايا كان شكل جسمها ايه، الشفونات مع الالوان الفاتحه ما بتبينش شكل جسم الست اصلا ان كان مش كويس او كويس. يعني حضرتك اللي بتقدري تحددي الديزاين بتاع الست طبعاً. اللي واقفه سواء تخينه او انا بشوف انا بشوف الست قدامي. تمام. بحدد في خريطه للاجسام، بناء على خريطه الاجسام بناء على الجسم اللي قدامي بحدد الديزاين اللي هي تقدر تلبسه. تمام. مش كل اللي هي تجيبه لي اقوم انفذه، فاهمني؟ لان هي ممكن ما تبقاش اصلا شايفه شكلها في الفستان عامل ازاي، لكن انا بحكم شغلي وبحكم دراستي انا شايفه شكلها في الفستان عامل ازاي من قبل ما اصلا ما اعمله لها. تمام. فاهمني؟ فطبعا اتكررت مره واثنين وثلاثه، ومن بدايه ما كنت لسه بتعلم ان انا كان الاول زمان اي حد يجيب لي حاجه اقوم انفذها بس من غير تفكير، لكن طبعا مع الدراسة والخبرة وعشر سنين شغل والكلام ده كله، دلوقتي بقيت بقدر احدد انت جايبالي الديزاين ده وجاية، لا معلش انا مش هنفذهولك. ليه؟ مش هيتماشى مع الشكل اللي انا شايفاه. تمام. بفيدها ليه؟ لان هي ما عندهاش خلفية، هي عجبها مفكرة ان الديزاين هيبقى عليها زي ما هي شايفاه على الملكان. تمام. فطبعا في ستات بتقبل منك الكلام، خلاص اوكي ماشي ما تعمليش او شوفي لي حاجه على ذوقك. في ستات تانية ما تقبلش الكلام ولا انا عاوزه ده، ففي الحاله دي اسفه برفض الشغل اصلا. ليه؟ الشغل اللي هيطلع من اتيلي سواري ده طالع بسمعه المحل. تمام. فاهمني؟ ده طالع بسمعه الاتيلي، فلو رايحه فرح، خطوبه، اي حاجه بالديزاين اللي عاملاه مدام هدى، فطبعا الديزاين ده لو شكله وحش عليها اذا شغل مدام هدى كله وحش جدا. أكيد. تمام. لكن لو سمعت الكلام وعملت لها حاجه، طبعا برجع لخريطه الاجسام، فخريطه الاجسام بتقول لي ايه الشكل
ان كان كمثري او تفاحي او اي الشكل اللي ماشي مع خريطه الاجسام تمام. بالنسبه ينطبق عليها بقوم انفذه لها. تمام تمام. اما بالنسبه للالوان، الالوان دايما الاجسام المليانه، يعني في عندنا بعض الاجسام في جسم بيضاوي، في جسم كمثري، في جسم مثلث مقلوب، في جسم مثلث معدول، كل الكلام ده كل لون بيبقى منطبق مع شكل جسم مختلف. تمام. يعني ما ينفعش مثلا اجيب واحده مليانه جدا واروح اعمل لها حاجه ساده. تمام. يعني الحاجه الساده دي هتظهر جسمها جدا، هتظهر دفوهات جسمها. لكن لما دخل بقى اللي هو لو هنتكلم في موضة 21 بنتكلم في شفونات وبنتكلم في احمر واخضر اللي هي تقريبا الالوان اللي بقى لها زمن ما كانتش شغالة. فدلوقتي في 21 طالع احمر واخضر واوف وايت. اي جسم ايا كان شكله تمام بقدر اشغل الالوان دي عليه، بس الديزاين انا اللي بحدده مش هي. كويس جدا. طبعا أستاذة هدى أصغر مصممة أزياء في الوسط المصري، مش هنقول العربي إنك لسه ما وصلتيش إن شاء الله. وطبعا معانا الأصغر الحنونة الصغيرة الأستاذة هدير، برضو أصغر مصممة ولا أكبر مصممة؟ لا أنا لسه وسط يعني صغيرة شوية. صغيرة. بتعرفي تعملي إيه يا أستاذة هدير؟ احكي لنا كده اللي انت بتعرفي تعمليه. على قد اللي انا بفكر فيها واعملها. زي ايه؟ مره عملت فازه في البيت، حطيتها في الصاله، كانت شكلها جميل خالص. جبت ورق عادي اللي هو الالوان دوت بتاع اللوحه تمام، وعملت بيه شكل ورد، وبعد كده ازازه فاضيه من اللي هي الاتنين لتر ديت وقطعت الحتة اللي فوق تمام، ولونتها بالفوم عملتها بالفوم. وبعد كده لزقت جبت كرتون ورحت عملته على شكل دورية كبيرة كده شوية. شاطرة، برافو عليكي. بتعرفي تعملي حاجة تاني؟ بتعملي ايه؟ عملت علبة بحط فيها حاجة كده برضو من الازازة. فازة؟ لا، امال ايه؟ هي حاجه تحط فيها توك، اي حاجه كده. تمام تمام. بتعرفي تعملي ايه تاني؟ هم دول. ايه الموهبه اللي عندك؟ طيب نفسك تطلعي ايه؟ انا نفسي اطلع مهندسه ديكور. مهندسه ديكور بره واحده؟ ان شاء الله هتحققي حلمك وتجتهدي، بس تذاكري كويس، بلاش لعبه اثناء الدراسه. ماشي. نرجع تاني مع استاذه هدى الاخرسي. اتفضل. ونقول لها عايزينك تحكي لنا موقف حصل لك في حياتك في تصميم الازياء عمرك ما هتنسيه. في بدايه ما اتعلمت الشغل ده، هي البدايه كانت اصلا متوارثه، تعتبر متوارثه. هي الموهبه كانت عند امي، ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لنا يا رب يا رب. ومن قبل امي كانت موجوده عند جدتي تمام، فكلهم بس انا بقى كلهم كانوا موجودين وبيشتغلوا في نفس المجال ده، بس مش شغل لينا احنا، يعني انا لبست من ايد امي كتير جدا. تمام تمام. جيت لما بقيت عندي مثلا تقريبا نقول 12 13 سنه. طيب احنا عندنا الاول صور لحضرتك بتتعرض، شغل حضرتك ده اللي بيتعرض ده على الشاشه؟ يا فندم. دي فساتين سواريهات. بسم الله ما شاء الله، شغل جميل جدا. دي سواريهات. طبعا زي ما حضرتك شايف داخل فيها الشيفون. تمام. لان الشيفون هو الموضه، هو الشيفون الموضه. بس طبعا ده فستان، فستان ابيض، ده فستان ابيض، فستان فرح. تمام. ده كنت عاملاه العروسه، المفروض ان هي كان فرحها يعني، فما حبيت ما لقيتش اللي هي عايزاه خالص في الجاهز، فجابت لي التصميم ونفذته لها. الله اكبر، ده شغل اوروبي مش شغل مصري يا استاذه هدى. ربنا المستعان. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه جديد وجديد وجديد، وان شاء الله في تطور. دي كلها موديلات بسيطه على فكره، لان الموديلات السنه دي الشيفونات ما بتحبش التطريز ولا الخرز ولا الحاجات
تمام. الاخضر ده طبعا حتى لو تشوف برضو الشيفون فيه جميل. الشيفون فيه داخل الشيفون مع القماشه اللي هي الجليتر. تمام. الاحمر زي ما قلت لحضرتك الاحمر والاخضر هما المكتسحين. تمام. الاحمر تاني ده كان فستان بنوته صغيره. يعني مثلا ممكن نقول 12 سنه. تمام. تمام. كملي بقى موقفك بقى اللي حصل لك. فانا يعني خدت المهنه دي من امي. بس انا نميتها. امي كانت بتشتغلها ليا انا في البيت انا واخواتي الكلام ده. انا بقى نميت الموهبه دي بالدراسه. اخدت كورسات عشان اقدر اتعامل مع الناس. اخدت كورسات تنميه بشريه لاني كنت بواجه ده الموقف بقى. كنت بواجه نوعيه من الستات فعلا بص ده الصح وده اللي انا عاوزاه. تمام. هي جايه تقول لي كده ده الصح وده اللي انا عاوزاه. يا حبيبتي ده مش هينفع عليكي. لا ده الصح وده اللي انا عاوزاه. فهي كانت ست مع احترامي ليها كانت ضخمه جدا. يعني جسمها اللي احنا بنقول عليه في اشكال الاجسام احنا بنقول على جسمها الجسم المستطيلي. تمام. فهو الجسم المستطيلي ده بيبقى عباره عن فوق وتحت واحد. فبيبقى ليه حاجات معينه هي اللي بتمشي عليه مش اي شكل بيمشي عليه. اكيد. تمام. هي جت في اليوم ده ومصممه الا لازم تعملي لي الديزاين ده. يا حبيبتي مش هينفع اجيب فيها شمال اجيب فيها يمين مش نافع مش نافع فيها الكلام. قلت لها خلاص اوكي انا هنفذه لك بس انا مش مسؤوله عن شكله النهائي. نفذته لها وانا مش مقتنعه. انا بشتغل وانا مش مقتنعه. تمام. بعد بقى ما خلاص بقى كبرت وعرفت الدنيا ماشيه ازاي وكده بقيت برفض الشغل ده. طب هي عملت معاكي ايه؟ حاولت طبعا ان هي لا مش ده الشكل اللي انا عايزاه. قلت لها طب انت شكل الديزاين اللي انت جايباه اصلا انت شكل الملكان. هنكمل كلامنا بعد فاصل قصير ونرجع لكم تاني. اتفضل. ورجعنا لكم تاني مع برنامج طريقي. طبعا الأستاذة بلاش أستاذة انت لسه طفلة صغيرة هنفضل نقول أستاذة ومش أستاذة لا احنا هنقول هدير سامي. هدير سامي انت في حاجة ليكي غير الحلم انت بتنفذيها الوقت مع أصحابك؟ في حد بيجي يتكلم معاكي من اصحابك عايزين ننفذ الفكره دي يا هدير بتقولي لهم اقدر ان انا انفذها؟ ايه الحاجه اللي جت في بالك دلوقتي؟ دلوقتي؟ اما بتقعدي مع اصحابك كده وتيجوا تخترعوا حاجه مع بعض بيقولوا عاوزين ايه؟ صحابك بيقول لك اعملي لنا ايه يا هدير اعملي لنا ايه؟ ساعات هم بيكونوا عاوزين يعملوا حاجات كده. حاجات زي ايه؟ عملت لهم ايه؟ انت كنت عملتي لواحده صاحبتك مره حاجات كده واديتها لها كانت ايه؟ ده كنت عند تيتا مره فواحده صاحبتي جت قالت لي انا عاوز اعمل زي العلبه اللي شافوها ديت في اللي شفناها هنا دلوقتي. العلبه ال... فعملتها الفازه اللي هي كانت الشغل في الفيديو اهو. بص يا هدير ده شغلها ده الشغل ده؟ لا العلبه الثانيه. فين العلبه الثانيه؟ يعني ده الشغل ده انت اللي بتعمليه؟ برافو عليكي.
وايه تاني بتعملي ايه تاني؟ في حاجه تاني؟ بتقعد على المكنه وبتخيط كويس جدا. جميل جميل. بتعرفي تخيطي؟ اه. هجيب التيشيرت بتاعي مقطوع عشان تعملهولي. خلاص اوكي؟ عندي مهنه في نعمل حاجات زي كده. وعندي مهنه في الخياطه. عندك كمان مهنه في الخياطه، برافو عليكي، شاطره جدا. استاذه هدى، ايه الحد اللي انت متخيلاه لنفسك ان انت ان شاء الله في وقت قصير جدا هتقدري ان انت توصلي له؟ ان شاء الله فاشن ديزاينر عالمي مش مصري. عالمي كمان مش مصري ان شاء الله. طب ايه الخطه اللي انت حطاها ليكي؟ هي الخطه بتعتمد على النجاح، مصممه على النجاح، مصممه على النجاح، مصممه اني استمر في طريقي، مصممه مهما كانت العراقيل ومهما كانت المشاكل قدامي ما اقفش، ما استسلمش. لاني طبعا زي اي حد في اي مهنه قابلت عراقيل كتير جدا، قابلت ناس بتحبطني كتير جدا، قابلت ناس كتير جدا قالت على شغلي مش كويس، قابلت حاجات كتير قوي زي كده. وطبعا الناس دي ما اقتنعتش ان انا ليه اسمه أتيلي سواريه، ليه اسمه عمل ضجة، إلا لما عدى قدامهم ديزاين واثنين وثلاثة وعشرة ومية إنه كويس. هي الفكرة، الفكرة الصح اللي انت خدتيها إن انت وصلتي لبرنامج طريقي، وهو ده فعلا أول طريق النجاح ليكي. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. إحنا عايزين نعرف بقى الموضة 21 بتنزل في بداية السنة ولا بتنزل بالنسبة لكم شغلكم انتوا؟ الموضة بتحددوها امتى ان خلاص دي الموضة بتاع سنة 21؟ بتحددوها ازاي؟ الموضة بنزل مواسم. تمام. موسم الشتاء الالوان بتاعته كذا، موسم الصيف الوانه كذا، دي في كل الاعوام اللي قبل كده. السنة دي مختلف شوية. ليه؟ السنة دي الالوان اللي نازله هي اتقالت عليها الوان 21 22. ليه؟ لان هي الشفونات، الشفونات كان بقالها فتره تقريبا كانت وقد تكان انقرضت. احنا كنا زمان بنشوف فستان العروسه كان كله شفونات وتلات وحاجات كده. تمام. بقالنا فتره بنشوف جوميه وحاجات كده كتيره. هي كانت متعبه جدا في شغلها وغاليه جدا، اسعارها كانت غاليه جدا. يعني اقل فستان كنا ممكن نعمله ب 8-9000 جنيه، فستان الشفون ممكن نعمله مثلا 2500-3000، فاهمني؟ فستان كامل مش جاي سعر ايجاره. تمام. عشان كده البنات دلوقتي كلها بقت بتنتمي ان هي تروح تفصل فستان الفرح. تمام. ما عادش حد بيروح يتأجره غير القله القليله اللي ما عندهاش وقت، اللي ما عندهاش طموح معين ان هي عايزه تعمل حاجه معينه ليها هي. في بعض البنات بتفكر ان هي انا عايزه البس الديزاين ده ما حدش لبسه قبلي. تمام. فروح ممكن عارف ممكن اصمم لها ديزاين اصلا ليها هي، ما يكونش اصلا اتعمل. تمام. فاهمني؟ اللي هو ممكن اجيب لها فكره من هنا وفكره من هنا وفكره من هنا واجمع لها حاجه ماشيه على نمط جسمها. واعمل لها ديزاين مش موجود اصلا في الايجارات ومش موجود في الاسواق وسعره مرتاح. تمام. ده اللي مخلي البنات عندهم اقبال قوي على تفصيل فساتين الافراح كمان. تمام. مش سورهات بس. طب دلوقتي احنا معانا اتصال تليفوني للاستاذه الاء. الو الو استاذه الاء. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. مساء النور. مع حضرتك الاعلاميه علاء الشربي. اهلا وسهلا استاذه الاء، منوره الدنيا كلها. اهلا بيكي. منور حضرتك. اهلا بيكي. ايه رايك في شغل الاستاذه هدى؟ والله هو شغل رائع جدا. هي بتحاول ان هي دايما تطور من نفسها دايما. تمام. مش حاصره نفسها في حته معينه او ديزاين معين، حتى لما بتقلد تصاميم حد جايبها لها هي بتحط لمستها الخاصه فيها، وده باين من شغلها يعني. تمام. متشكرة جدا 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 يا آلاء على ذوقك، ومتشكرة جدا على رأيك. ربنا يا رب يجعلنا دايما عند حسن ظنكم، ونبقى دايما في تقدم بيكم بإذن الله. انتي دايما موفقة وأعمالك بتتكلم عنك، وإن شاء الله مستنيين منك كل الجديد، وأنا شخصيا في انتظار الديزاين اللي انتي بتنفذيهولي. إن شاء الله يا حبيبة قلبي، إن شاء الله على ميعادنا بإذن الله. على ميعادنا يا حبيبة قلبي. الديزاين بتاعك ان شاء الله يا حبيبه قلبي على ميعادنا، والديزاين بتاعك هيبقى جاهز باذن الله. باذن الله.
انا مستنيه منك دايما الافضل، وفي انتظارك وحلقه موفقه ان شاء الله يا حبيبه قلبي. ان شاء الله، متشكره جدا يا الاء. شكرا يا استاذه الاء، شكرا لمداخلتك الجميله يا فندم. ورجعنا تاني معاكي يا استاذه هدى. اتفضل. في ديزاين جديد دلوقتي مختلف، بيجيبوا الديزاين بتاع الثمانينات ويجددوه دلوقتي كموضه. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ دلوقتي فعلا كل اللي ظاهر قدامنا، حتى الاكسسوار كله كانت والدتي بتلبسه في الثمانينات والسبعينات. تمام. الاكسسوار اللي طالع كله دلوقتي، شكل الزراير، شكل البورفيري اللي كانوا بيمسكوه في ايديهم زمان، شكل الكلام ده كله، كل موضه يعني من اواخر السبعينات لاوائل الثمانينات، الموضه دي فعلا راجعه مكتسحه تاني دلوقتي، لدرجه ان البنات دلوقتي ممكن تيجي تقول لي انا عندي تيير بتاع ماما عايزه اعمله ليا. فعلا ندخل على موضه 2021 نلاقي فعلا التيير هو الموضه. ماشي. فاهمني؟ التغيير هي الموضه، ونفس الاكسسوار اللي فيه نفس، ما بنحتاجش ان احنا حتى نغير فيه زراير، ما بنحتاجش نغير فيه اي اكسسوار موجود فيه خالص. تمام. ففعلا الموضه دي رجعت تاني، ورجعت تاني مكتسحه، ده في اللبس اللي هو الكاجوال بقى، بعيدا عن السواريهات ولا الافراح. تمام. لان انا اسم المحل منتمي للسواريهات والافراح اكتر، بس برضو ده ما يمنعش ان انا بشتغل كاجوال. تمام. يعني انا بشتغل كاجوال كلاسيك، الموديل اللي انت عايزاه، الديزاين اللي انت عايزاه بتجيبي لي صورته بنفذه لك، بيطلع زي ما هو، بس بناء على شكل جسمك في خريطه الاجسام، ما اقدرش العب في حاجه او تجيبي لي شكل ما ينفعش يمشي مع جسمك، يبقى ما وعدتيش اني هقدر اطلعه لك. تمام. طيب ان شاء الله انا ليه عندك هديه ان شاء الله، فرح بنتي ملك. التصميم هيكون على ايديكي طبعا، انت هتبقي تيتا كبيره كده وعجزتي طبعا، البروفيشنال بتاعنا موجود حبيبه قلبي ديرو يا عسل. ربنا يبارك لك استاذ سامح، ربنا يبارك لك. وبتمنى ان مدام نور ربنا يصلح حالها يا رب، وتخلص مشكلتها على خير يا رب ان شاء الله خير. وبعتذر للناس كلها على ان انا وعدتكم اني اكون معاكم الاسبوع اللي فات وما كنتش موجوده بسبب برضو مشكله اتحطينا فيها، والحمد لله عدت على خير، ودلوقتي احنا موجودين معاكم مع استاذنا الجميل استاذ سامح، وربنا المستعان ان شاء الله نبقى معاكم في حلقه تانية مع الاستاذه نور، وتبقى منوره الاستديو ومنوره الدنيا كلها. ونختم طبعا حلقتنا، طبعا الوقت الجميل اللي قضيناه معاكي كنا عايزين نقعد اكتر، بس عشان وقت الحلقه بتاعتنا. متشكره جدا يا فندم. بشكرك جدا على وجودك معنا، بشكرك يا هدير يا عسل، واشوفك يا رب كده حاجه كبيره في المجتمع ان شاء الله. ان شاء الله. بقول للاستاذه نور تنوري مكانك تاني يا استاذه، وبرنامج طريقي لكل شاب مجتهد، لكل شابه مجتهده، لكل حد عايز يحقق حلمه، برنامج طريقي مستنيكم. شكرا.